السلام عليكم مشاهدي قناة لوسيت تيفي، اهلا ومرحبا بكم في ميكروفون جديد. ميكروفون اليوم خاص بالجولة الرابعة من كأس الاتحاد الافريقي، مباراة مغربية بألوان افريقية غادا تجمع فريق الرجاء البيضاوي بفريق النهضة البركانية. فريق الرجاء البيضاوي من بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق النهضة البركانية ما بقى ليه إلا يحقق نتيجة الانتصار إن هو أراد الذهاب بعيدا في كأس الاتحاد الافريقي. فريق النهضة البركانية بات قريبا من تحقيق التأهل. المباراة ما غاداش تكون سهلة وغتكون في الملعب الشرفي ببركان. خرجنا باش نسولوا الجمهور المغربي على التوقعات ديالو لهذه القمه الملتهبه بين الكبيرين. هذا الميكروفوت يقدم لكم برعايه المغربيه للالعاب والرياضه لا ام دي جي اس. يلا معنا اخويا. صافا كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. الراي ديالك في مباراه رجاء نهضه بركان؟ بالنسبه لي انا كتبان لي مقابله صعيبه، وخاصة بالنسبة لفريق رجاء مسألة حياة أو موت، إن ما عندهمش خيار واحد من غير الفوز، حيت بالنسبة لهم هما هذه آخر فرصة لهم، لأن البطولة دابا صعبت، ما بقاش عندهم حل آخر هو هذا الكأس هذا، لأنه هو في الحوافز وفي الإمكانيات وفي سمعة الرجاء، أبار شي حاجة أخرى صعيبة. بركان عندهم فكوت فوت بالنسبة لهم هما ما عندهم ما يخسروا، دابا عندهم فورت شونس باش يدوزوا، لأن سبعة النقاط ماشي سهله، غير دخلوا ديك الفرقه ديال ديك الفرقه ديال افريقيا يربحوها هما دازوا، مساله كتبقى بين الحسنيه وبين الرجاء، هذا هو المشكل اللي كاين. دونك النتيجه باختصار اللي تقدر اللي كتوقع لهذه القمه المغربيه بالوان افريقيه. انا نقول لك بصراحه الرجاء هذه مساله الرجاء اللي غادي تربح، لان ما عندهاش خيار اخر. وانا كنعرف الداي ديال الرجاء انه غيعطيو الماكسيموم ديالهم باش يخرجوا بشي نتيجه، بيخرجوا بشي نتيجه ايجابيه، لان ما عندهمش خيار اخر. اول حاجه فريق الرجاء فريق كبير، وعودنا ديما ان شاء الله كيرجع في اي مقابله كيرجع بنتيجه مزيانه، واخا في المقابله ديال الالي اللي دخلنا فيها بركان خسرنا باربعه لجوج، اي فرقه كتخسر ماشي الرجاء، ولكن ان شاء الله الرجاء غتجيب الربح من بركان، وان شاء الله الكاليف ان شاء الله ضد الحسنيه وضد الماتش الاخرين ان شاء الله في الكابون ولا معناتها المهم ديال الروتور ان شاء الله. واخا النتيجه اللي كتوقع على هذه القمه ان شاء الله جوج زيرو ومربوحه ديال الرجاء ان شاء الله. تبارك الله عليك، شكرا. سلام خويا، صافا بخير الحمد لله. كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. اول سؤال كيف ما سولت كاع الناس اللي دازوا معنا في الميكروفون، تماما رجاوي. رجاوي واخا خويا رجاوي، الراي ديالك في مباراه الرجاء النهضه البركانيه؟ رجاء النهضه البركانيه يا ربي يربحوا ان شاء الله، بغينا يربحوا بغينا يفرحوا. رجاء رجاء كاعين كلهم، جمهور مشات بزاف كونطال جيج ملكي، رجاء مدرب عيان شويه ما كيعطيش لعابه مزيانين، كيعطي كيدخل براعه جيرا 99 2000 لا باقي ما عندوش النيفو ديال اللعب كور، باغي يخسر رجاء اسبوار يولي طلابا، واش عرفت لك تروح لاعب كور بكا تيبلوكيها، مازال خصو يعطي مدخل لعابه مزيانين في شوجمو، بغينا واحد الزو بركه. هي غتكون مباراه قويه صراحه، ولكن نظرا لهذا الشيء اللي ولات فيه دابا الرجاء اللي كتخبط فيه الازمه الماليه والازمه ديال ان اللعابه ما بقاوش كما كانوا، يعني تقدر تكون النتيجه صالحه لبركان، ونتمناو ان الرجاء تبين على المستوى ديالها ونطلبوا التوفيق من الله. وهذا الشيء اللي كاين حيت ما بقاتش كره هي كره، واش فهمتي ولا لا؟ دابا الرجاء تقدر تربح تقدر تخسر ولات حاجه عاديه، الرجاء هي الفرجة، حنا كنبغيو الفرجة، الله يجعلهم يدو تشامبيونز ليغ ديال اوروبا، ما فرجتيناش حنا، ما عندنا ما نديرو بك. السلام عليكم. سي الحاج صافا؟ الحمد لله. كلشي بخير؟ الله يطول عمرك. كيف ما بغا يكون الانتماء ديالك، بغينا الرأي ديالك في هذه القمة المغربية بألوان إفريقية ما بين الرجاء والنهضة البركانية. غادي تكون الرجاء إن شاء الله تربح. تكون شي مقابلة تكون زوينة، خير من ديال الجيش الملكي. تكون مقابلة مأدبة بالنظام، وتكون الحسنه تكون زوينه، وهذا ما كان كنتمنوا الرجاء تربح. واخا انت كتمنى الرجاء تربح، شحال التوقع ديالك لنتيجه المباراه؟ في المقابله النتيجه غادي تربحها بشي 2-1 ولا